إذا كان عمرك أكثر من 40 سنة بتلبس نظارة البعيد ونظارة القريب فهذا الفيديو إلك. شو رأيك تستبدل نظاراتك بنظارة واحدة بتشوف فيها بوضوح للبعيد وللقريب وحتى المسافات المتوسطة؟ حل عملي باستخدام عدسة متعددة البؤر أو Progressive Lens بتخليك تمارس نشاطاتك اليومية بشكل أسهل. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة مركز مينا للبصريات، وما تنسى أن الرؤية الدقيقة هي كل الأداء.